وصل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي إلى مطار مدينة أبشة حاضرة ولاية والدي برفقته عدد من أعضاء الحكومة وبعض المستشارين برئاسة الجمهورية، إضافة إلى مسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ وممثلي بعض الأحزاب السياسية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني. وكان في استقبالهم حاكم ولاية والدي إبراهيم ابن عمر محمد صالح وعمدة مدينة أبشة ومسؤولي الحركة الوطنية للإنقاذ بالولاية وجمع غفير من مناضلي ومناضلات الحزب بمدينة أبشة. وفور وصوله إلى مقر حاكم ولاية والدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبادي أوضح بأنه جاء بأمر من رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بهدف تقديم التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة أبشة في 24 من يناير المنصرم، مشيرا إلى أن أبناء الوطن يجب عليهم ترك الخلافات للعيش سويا وضمان سلام دائم خلال الفترة الانتقالية. حاكم ولاية والدي إبراهيم ابن عمر محمد صالح أكد بأن السلطات الإدارية والعسكرية بالولاية ستقف بجانب الوفد من أجل إكمال المهمة التي جاءوا من أجلها. هذا وسيعقد الوفد لقاءات مختلفة مع المسؤولين بالولاية من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك بين المجتمعات المحلية.